النخل الكرنيف بالنسبة للهجة بتاعتنا بنقول الكرنافة، كرنافة النخلة. الجزء المجاور للجريدة، جريدة في جزء مجاور حواليها ملفوف يسموه كرنافة. هذه هي الكرنافة، كانوا بيعملوا تنظيف لبعض النخيل هنا، وبدل ما نرمي الكرنافة وظفناها في لوحة زي ما حضراتكم شايفين. لوحة اثنين في بعض الأشكال من فروع الشجر زي ما حضراتكم وتنوعها، ده فرع غليظ، ده فرع صغير، ده فرع ملون أو لون أسود. دي الفرع زي ما هو الطول بتاعه، عملوها بشكل مبسط وبشكل فني. الطلبة اللي مشاركين هنا طلبة مدرسي، طلبة مدرسة التربية الفكرية بمعاونة مدرس التربية الفنية. كم طالب شاركوا في هذا المعرض؟ أعتقد 12 طالب بيتم تدريبهم وبيشتغلوا برضو بحرص. لو تناولوا مشرب أو تناول مقص أو تناول منشور بيشتغلوا بحرص شديد. الفريق العمل القائم على الإشراف على المعرض مين ومين؟ بالنسبة لهنا مدرسة التربية الفكرية فقط، لأن كل مدرسة لها نشاط تربية فكرية، فيها نشاط التربية الفنية. التربية الفنية عبارة عن تدوير، لو لاحظتوا حضراتكم هتلاقوا في بعض الأخشاب المستعملة دوروها فنيا، شغلوها عملوها موضوعات فنية. في بعض الأخشاب الأبلكاش، في فروع الأشجار برضو عملوها، عملوا منها قواعد لمثلا أشكال مجسمة، عملوا منها أشكال بالفروع، عملوا منها أشكال مجسمة خامات أخرى زي خامة رقائق الألمونيوم اللي بتطلع من علبة الكنز، عملوا منها أشكال زي كده، عملوا منها علبة أو بوكس بالأشكال الهندسية المربعة. دي طبعا كانت لوحة قديمة، لوحة قديمة بدل ما أرميها بقسمها شرايط، ومن الشرايط عملها علبة. ده ورق جرايد أو ورق عادي لف بواسطة الغراء أو سم